نمشيو لوائل. وائل وائل حابين نمشيو لوائل بعد ما يكمل حاتم. باهي نذكروا اللي نحن ندافعوا على حجج ناس اخرى تنجم تحملها والا تفكر بها. دونك ما نحكيوش على راينا الخاص والشخصي. انا باش ندافع على عكس اللي قالوا مراد، وانا ضد هالفقاعه الاعلاميه او الاتصاليه هذه. باهي دونك انت باش تكون مقابل مراد اليوم في الدبا واضح. وانا باش نعطي راي جلوبال. جلوبال اوكي بارفي. يلا نجيب لك انت وائل انتوب خنوع عندك. اذا العادي اصبح خارق للعاده في بلادنا، انه نعينوا اشخاص يخدموا على رواحهم في مناصب حساسه، مناصب عاديه، مناصب حيويه، ولات حاجه خارقه للعاده. انه نركزوا على جنس وجندر الناس في التعيينات، شيء هذا ولا خارق للعاده، وقت اللي هذا هو اصل الاشياء. وهوني نحكيوا على شكل الاشياء، وقت اللي البلاد في حاجه اليوم لترسيخ الديمقراطيه من جديد، في حاجه لنهضه اقتصاديه جديدة، البلاد في حاجة لتهدئة اجتماعية. نحكيو على السلم الاجتماعي المهدد في تونس اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية الكارثية. وقت اللي الأمور الشكلية تولي هي الأساس، أنا نقول هوني ضيعنا البوصلة، ضيعنا نحكيو هوني بكل صراحة الوقت والمنقالة. قاعدين نضيعوا في فرصة جديدة باش نتجدوا وباش ننجوا مجتمع في نفس الوقت يتعايش مع بعضه ويقدم وينهض بنفسه. إذا اليوم اللي قلقني حقيقة أنه نشدوا في الشكليات في الأمور الاتصالية أكثر منه في الأمور الأساسية الحيوية. واضح.